خليني في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا في النسخة السابعة للمؤتمر، وبتمنى لكم كل التوفيق. واسمح لي يعني أنا لما أتكلم على الظروف اللي موجودة في مصر هنا وفي منطقتنا وتأثيراتها، أنا أقدر أفهم أن الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما يعني تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات، لأن قدرتها التنظيمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أن هي لما تقول تعهد تقدر تعمله. لكن في دول في أفريقيا وزي مصر ومصر منها، في أفريقيا ومصر منها، لما تحط تعهدات بتبقى التعهدات دي صعبة جدا، لأن هي أقل ما في أقل شيء مطلوب هو التمويل. التمويل التمويل المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج لاستثمارات ضخمة جدا، ولكن طب احنا هنمول ده منين؟ وخدينا اديك مثالين صغيرين. طارق الملا او المهندس طارق اتكلم عن ان احنا خلال السبع سنين اللي فاتت قدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف الى حوالي 15 مليون وحدة او 60%. من انتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحدة او نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تشتغل او تعمل بالغاز الطبيعي. ده كلفنا قد ايه وقت وجهد واموال. طيب تصوروا ان احنا في مصر ايضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال 7 سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا، أنفقنا أموال ضخمة جدا. والحقيقة يعني يا ترى كان هل النهاردة مؤسسة التمويل وهي شايفانا واحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد ان هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة او التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال انا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على افريقيا.